قناهم راح يكون حول كيفية اختراق الجهاز بدون ارسال اي شيء للضحية. راح تحتاج بس يكون معك من بيانات الضحية او بيانات جهاز الضحية عنوان الاي بي في 4 او اختصار عنوان الاي بي. راح نعمل باك دور بجهاز الضحية ونخترقه من خلاله، ونعمل اتصال عكسي بجهاز الضحية ونخترقه. راح نعرف ايش الاكسبلويت راح نستخدمه ان شاء الله. راح نعرف نوع من انواع البوست اكسبلويتيشن اللي اكثركم سألني عنه، كيفية تحويل جلسة الشل لجلسة ميتر بريتر عشان تستحوذ على الجهاز بشكل اكبر. وراح نتعلم كثير مفاهيم وكومنز راح نستخدمها بكثرة في الميتاسبلويت، فان شاء الله درس اليوم كثير مهم ومن اهم الحلقات في داخل يعني هاي الدورة. بتمنى انكم تتابعوا الحلقة للآخر، ولو شعرت بالملل فياريت انك تتحمل، لانه يعني راح احاول اختصر قد ما اقدر. فخلصنا من المقدمة، ورانا كثير شغل. ياريت كالعادة متفخروش علينا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وعلى بركة الله ننتقل للشرح. طبعا انا اوريدي فاتح الميتاسبلويت. الهدف اللي احنا او التارجت اللي احنا مستهدفينه راح يكون عبارة عن فيرتوال ماشين، نظام اسمه ميتاسبلويتابل. خليني افتح لكم اياه. زي ما انتم شايفين هو النظام لا يحتوي على اي واجهة رسومية، تمام؟ هو من شركة او من صنع شركة رابط 7. هو هذا النظام يحتوي فقط على اداة الميتاسبلويت، يعني ما عملوا او ما كريتوه عشان انتم تخترق من خلاله، لا، عملوه عشان انت تخترقه وتختبر اختراق عليه. يعني اي ثغرة شفتها جديدة يعني حاب تختبر اختراق، فبتقدر تستخدم هذا النظام لانه عملوه مليء بالثغرات، مفتوح فيه كثير بورتات راح تستعملها. فاللي حاب يأخذ هذا النظام وينصبه راح يلاقي اسفل الفيديو بالدسكريبشن. الان خلينا نرجع للورك سبيس 1 اللي كنا نشتغل عليها. بس ننتظر شوي قبل ما افتحها. تمام. الان عنوان الاي بي بس الخاص بهذا النظام خلينا نحفظه مع بعض، 192.168.122.223. تمام. الان نرجع للميتاسبلويت. الان خلينا نتعود على شغلة، اي جهاز بدك تخترقه حاول انك تفحصه بالاول، لانه هاي من اول عمليات الاختراق، الانفورميشن جاذرينج، انك تجمع المعلومات عن جهاز الضحية عشان نعرف البورتات المفتوحة، ايش الخلل بالنظام، ايش الثغرات الموجودة اللي بنقدر نستغلها. فبنعمل nmap.192.168.122.223، تعطي انتر. الان راح يورجينا البورتات المفتوحه داخل هذا النظام. تمام. احنا بندور على بورت الاف تي بي اللي هو بورت 21، هذا البورت اللي بهمنا راح نستغله، راح نعمل من خلاله اتصال عكسي او باك دور داخل جهاز الضحيه. هسا ايش هو الاف تي بي؟ هو عباره عن اختصار لفايل ترانسفر بروتوكول، وهذا البورت يفتح بالعاده لنقل الملفات ما بين الاجهزه. احنا راح نستخدمه لاغراض الاختراق. تمام. وزي ما ذكرت لكم في البداية، هذا النظام زي ما انتم شايفين مفتوح فيه الكثير من البورتات عشان تختبر اختراق عليه، لانه اي غلط في العمل الجدي بيسبب كارثة ومشكلة كبيرة. فانت بتجرب بينك وبين حالك ويعني على جهازك في البداية عشان يعني تجهز نفسك للامور الجدية. الان خلينا نرجع نبلش بالثغرة او نبلش بالشرح. نعطيه سيرتش. الان الثغرة راح نبحث عنها. تمام. نعطيه انتر، راح يطلع لنا نتائج اكبر بكثير. طبعا هاي الثغره موجوده داخل نظام لينكس زي ما انتم شايفين. هاي النتائج، طبعا نتائج كبيره كثير. ايوه بالضبط، هاي هي الثغره. ننسخها مع بعض وننزل نعمل يوز او استغلال، نلصق الثغره، نعطي انتر، نشوف الاوبشنز مع بعض اللي بنقدر ان نستغلها. زي ما انتم شايفين هو اوبشنين راح نضبطه فقط، الار هوست اللي هو اي بي الضحيه والبايلود. تمام. الان نعطيه set r host ونكتب اي بي الضحية 192.168.122.223، تعطي انتر. زي ما انتم شايفين تمام ضبطنا. الان راح نعمل show pilots. عشان نعرف البايلودات اللي لازم نستخدمها، طبعا النظام راح يطلع لنا اكثر بايلود مناسب عشان نحقنه داخل جهاز الضحيه لنقدر نخترقه اثناء الاتصال العكسي. خلينا بس نفتح نتاكد انه الميتا سبلاي تيبل بعده شغال. تمام.
الان تمام زي ما انتم شايفين طلع لنا هذا هو بعطاك النظام انه هذا هو انسب بايلوتز عشان تحقنه داخل جهاز الضحية سي ام دي سلاش يونكس سلاش انتر كات. تمام ننسخه. الان نعمل سيت بايلود ونلصقه. تمام الان نعمل اوبشنز عشان نشوف ايش راح يطلع معنا. زي ما انتم شايفين البايلود اوبشنز اللي كتبناه، والان الار هوست عنوان الضحيه. تمام الان احنا جاهزين نعمل رن، وبرجع وبقول يا ريت تفهموا الاوامر فهم وما تحفظوها في حفظ بالمره، تعرفوا ايش امر كل امر ايش بيعمل وايش معناه. هاي افضل انسب طريقه للحفظ وللفهم داخل ميتا سيبلويت عشان تعرف تتعامل لوحدك لقدام، لانه هاي الدوره اخرتها تخلص 20 حلقه 30 حلقه اخرتها تخلص، مش رح نشرح كل الثغرات، اكيد مش رح نقدر نشرح 1500 ثغره. فعشان إيه انت تعرف تتعامل مع جميع الثغرات المتبقيه وتستكشفها بنفسك، فتعلم افهم الاوامر لا تحفظها حفظ. الان نعمل رن. بتوقع كأول مرة. تمام الآن راح نعمل اكسبلويت ونشوف مع بعض كيف راح تشتغل معنا. زي ما انتم شايفين اشتغلت معنا. الآن راح يعطيك سيزن واز اوبند فاوند شيل، وجد الشيل الآن تم الاختراق. كوماند شيل سيزن 1 اوبند. تمام فتح لنا جلسة اختراق. الآن تعطيه كنترول زائد زي تعملها باك جراوند للسيزن، لانه لسه بده وقت ليتصل بشكل كامل. نعطيه واي. تمام الان خلى هاي السيزن تشتغل بالخلفيه. لو عملنا امر سيزنز داش ال عشان نعرض السيزنز، بس عفوا كاني كتبته بشكل خاطئ. تمام تعطيه انتر. زي ما انتم شايفين عندنا جلسه شيل. تمام جلسة الشيل ما بنقدر نسوي من خلالها كل الأوامر، ما بنقدر نستحوذ على جهاز الضحية بشكل كامل، فراح نعمل مع بعض كيف ننقلها من جلسة شيل لجلسة ميتر بريدر. تمام لا راح نبحث مع بعض عن نوع من أنواع البوستس داخل الميتا سبلويد. سيرش شيل اندرسكور تو اندرسكور ميتر بريدر. تعطي انتر. الآن راح يطلع لنا النتائج، وزي ما انتم شايفين طلع لنا بوست مناج شيل تو ميتر بريتر. الآن تمام نعمل يوز ننسخها. الآن نلصقها هون، تعطي انتر. نشوف الاوبشنز، بس راح نحتاج نضبط السيزن اللي يعني راح نستهدفها ونحولها لجلسة ميتر بريتر. طبعا الاي دي الخاص بالسيزن اللي هو 1. تمام فراح نعمل مع بعض سيت سيزن ونلصق الاي دي الخاص بالجلسة. اعطينا رقم 1 تعطي انتر. خلينا نشوف الاوبشنز نتأكد. عفوا شوف الاوبشنز. زي ما انتم شايفين ضبط السيزن لرقم 1. الان لو عملنا له رن زي ما انتم شايفين شوفوا ايش راح يصير معنا. ابجريدنج سيزن 1 اي دي 1. راح ننتظر شوي وراح يحولها لجلسه ميتر بريتر. سندنج ستيج بعت له بايلود ليحوله لجلسه ميتر بريتر. فالان لو عرضنا السيزن مع بعض داش ال راح نشوف انه في عندنا الان جلسة ميتر بريتر. تمام على لينكس وكل اشي. الان راح نعطيه سيزن داش اي رقم 2 اللي هو ميتر بريتر. بس عفوا كأني غلطت، تعطيه اس انتر. الان بلشنا جلسة ميتر بريتر. زي ما انتم شايفين نقدر نعمل اي اشي داخل جهاز الضحية. فلو عملت امر هيلب، لو انت هنا وقفت صار معك ستوب ما عرفتش شو تكمل، تعمل امر هيلب. زي ما انتم شايفين هاي كل الاوامر اللي بتقدر تعملها، وفي اكثر من هيك اوامر. اي استفسار بتقدر تنزل لي على الديسكريبشن، شوف رابط حسابي وتبعت لي مسج على الخاص، وان شاء الله راح افيدكم. مش راح اطول الشرح اكثر من هيك، مش حابين نخليه ممل جدا. زي ما اتفقنا شروحات التوغل راح تكون بعد الحلقه رقم 10، بعديها بنعرف كيف نتوغل بجهاز الضحيه. تمام بتوقع لهون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت كالعاده ما تبخلوش علينا بسبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.